ياسين طلع عالقصر لفوق، ركب القصر العالي طبعا اعرف مراته لانه ضيوف المولى اتوا في الساحل. ركب القصر العالي تعالي عادي يا زبيدي انا احكي لك باللي صار، ما اتوا اربع ضيوف هنا خشوا على الساحل يحسبوا القعدة مرتاحة يحسبوا مطرح ده في المدينة إن بيت الليلة دي وبكرا نعزمه قدام. أنا لما كنت أشغل الشرطان كنت أسمع صوت الربابة دي أعزف على الربابة زي ما هو إياه زي ما شغالين يعني في لحد ما تعلمت الربابة. رحت قلت أنا عايز أجرب نفسي مثلا في السيرة يعني. قعدت أغني في البيت أقول الموال وعد فيه وزيد لحد ما احفظه، واخد الكلمه الاولى والكلمه الثانيه احفظ الكلمه الاولى والثانيه احفظها، وبعد كده اخش عليا يعني احفظ مربع مربع لحد ما اشوف القصه دي مثلا رايحه فين عشان اعرف ايه اربحها عشان ما اقولهاش يعني اقولها صح. انت ليه ما حاولتش تطور يا هراس في الالات بتاعتك في الفرقه مثلا تضيف في ناس مثلا اضافت اورج اضافت انت متمسك في السيره بالربابه بس؟ ايوه انه الاورج ده ما ينفعش اصلا في السير ما هو لو لهوش علاقه خالص بالسير السير ربابه السير ربابه. هيا الى الحرب والقتال الزناتي خليفه ابن مهران قصاد الهلال سلام. طبعا الركوبه بتاعت ابو زيد نتايه معجل معشر يعني. لما نظرها خليفه لقاها نتايه قال لابو زيد ايه والعاشق في النبي صلى عليه. قال انا مركب اللي تعشر. خليفه بيقول لابو زيد مركبش النتايه اللي بتعشر. انا مركب اللي تعشر. ده في الحرب تدي رخاها انا ما اركب الا المدكر في الحرب ينزل يفجر يجيب عصرها في ضحاها. ابو زيد قال له مركب الا المعجر. انا ما اركب الا المعجر وتحوم مثل النسورة ده في الحرب تنزل تفجر ما ترمي وراها الدكورة. يا سلام لما نزلوا الاتنين ما في نهار يلا السلام وضلمت بقيت ليل خليفة قصاده سلام. أول يوم يا سلام سلم تاني يوم سلوا اليماني تالت يوم سلوا اليمونات رابع يوم نحت البكاري خامس يوم قالوها هما الاتنين والاتنين كانوا كوالح وشربوا المر عالقم وغلين على بحر مالح. قالوها ساتت يوم البنات بتندب على الطار مع عقلي بدع بضايع قدت طير والنسر هو حام فرحان فابو عمري ضايع. قالوها سابع يوم الزنات علي عالركابات على قد عرضه وطوله وشيع له تلات حربات ومال البطل هيا فولو.
ابو زيد ابصر عمل كيف، ابو مخمر ابصر عمل كيف، بالغلب ولا انورادي من غير حربة ولا سيف، رمى خليفة فوق الأرض.